الخير يا حبيبي. صباح النور، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ ما اعرفش يا سفر، ما جاليش نوم. قاعده ولا هتخرجي؟ اخرج اروح فين يا سفر؟ اصل انا كنت عايزه اسالك، هو انا اقدر الاقي هنا جرايد تركيه؟ جرايد تركيه ليه؟ يعني عايز اعرف ايه الاخبار هناك. طب انت عندك التلفزيون؟ لا، التلفزيون ما بيجيبش كل الاخبار. طب وايه سبب اهتمامك ده يعني؟ قصدك ايه يعني؟ لا ولا حاجه، يعني مستغرب انك انت عايزه جرايد تركيه وانا بشوفك طول العمر بتقري جرايد فرنساوي. انت اصلك ما بتركزش في الحاجات دي. تحب احضر لك الفطار معايا؟ لا يا حبيبتي معلش انا مستعجل، هبقى افطر في المكتب. باي باي. باي باي يا سفر. آه يا سوزي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ لا لسه مفيش اخبار. انا حاولت اتصل بيه اكتر من مره بس الموبايل دايما بتاعه مقفول. ما تقلقيش، اكيد هو هيحاول يتصل بيه. معقوله هو لحد دلوقتي ما كلمكش؟ طبعا يا عمر قلقانه وخايف. طب انت ما حاولتش تعرف اي حاجه من الجرايد؟ يوه، دايما بنسى انك انت ما بتعرفش تقرا تركي يا عمر. ده انا 100 مره قبل كده قلت لك اتعلم اللغه التركيه. ده انت حتى الفتره اللي جايه كل شغلك مع الاتراك. المهم هقوم دلوقتي اقلب في محطات التلفزيون يمكن اوصل لاي اخبار. وانت يا عمر خليك ورا الراجل بتاعك ده، عاوزين نعرف هو هب بايه بالظبط. ماشي، اول ما توصل لاي معلومات طمني. مع السلامه.